بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. مسألة ليلة بولاي وباسي شرط كان الراوي أكين راوي تن شرطي لبينجي أو جا حديثي لي ورجيلي يكمي أن لا يقبل في الرواية مجنون شد ناب الرواية تبكى يعني لي ورناجيلي لو لأنه لا يمكنه الاحتراز عن الخلق بينك خولا زرر شي كتأسيل لحديثي كا خوي لباريزي زاو سواء أطبق جنونه أم تقطعه حرب كاكا شتاكي كي بردوان بي مستمر يعني جار جار شد بي وجار جار ثابت وا أما أنه أثر في زمن إفاقته حالتي تقطعه تأثير لزمن إفاقش بك يعني أو حالتي كتيرا ثابت وا أسواري شتي هل تدا ما بي تو شيتي متقطع هيا شيتي دائم ايش هيا وكافرون كافرج لحارتي كفري دا روايتي لي ورناي جيلي برام اقا دوايا دي اريقا لحارتي كفري حديثة كي ورقر بي حاربي كاكا او جا لحارتي اسلامتي بجربتو لي قبور بي ولو علم من ولو علم منه التدين كافرك هرسا كافرش بدينش بي لديني خوي زندرابي بياوشي بدينه والتحرز عن الكذب حاربي كاكا خوي ددرو يعني جفارزي برين ديانا شي بدينه يعني شو لك شي بدينه لولي ورناجيلي لأنه لا وثوق به في الجملة طب في الجملة باور من بينيا مع شرف منصب الرواية منصب الرواية حديث زور زور بشرف عن الكافر حاربي كاكا كوا كافر رواية بكا شياوي وينيا وكذا صبي مميز في الأصح من دار ما دام بلوغي نبو بي هرسا مميزش بي هل ديور ناجيري لو لأنه تنك من دار لعلمه بعدم تكليفه لبرا ويزاني مكلفني لشرع دا قد لا يحترز عن الكذب خوي لدروينا فارسي كوابو فلا يثق به متماني بين أكله وقيل قيل قوتي يقبلوا من دار قبول كريم روايته إن علم منه التحرز عن الكذب يقال من دار الشي تاكي كراوه بيبزاين قدره إناكا أو لي ورجيله برا ما وقيلة أو جاء أفرمي قوتي سبيون لشرحي قوتي مميزون مصنف جني قوت أتولو قوتت أري ولم يصرح المصنف بالتمييز بعث تمييزينك للعلم به شنك هل الكلمة سبيئة وورجيلي بالرواية فإن غير المميز لا يمكنه الاعتراض أما خلاف من المميزه غير مميز هل بينك خوي ببارز عن الخلل كواب فلا يقبل قطعا كالمجنون وش الشيتي مطبق هل قبول ناكري لي أو المطالعة عندنا كذي لبن لوتة فإن تحمل السبي أجر هاتوا بمن داري حديث كي ورقد فبلغ أو جاء بلغبو فأدى أو جاء باشي بلغبون حديث كجيرا وما تحمله كوري قربو هذا بكاكا قبل عند الجمهور أو ورجيلي شيء الرواية كان لابن عباسي ابن عباس كبيغمبر وفاتك صلى الله عليه وسلم محمد دواز الصالبو ده تماشاش كتسم حديثي رواية كردينة وايا يعني هم ويدا بقبول بكري لولا انتفاء المحذور السابق شو ترسيها ما أبو كقوتمان لا يمكنه الاحتراز أو لا يمكنه الاحتراز تازا نما ببلغوني قيل قوتيتي لا يقبل هو مزور تشددي كده لأن الصغراء شو من دارايتي مظنة عدم الضبط والتحرز حاربي كاكا زيقاي قماني أويا كابرا ضبطي نبي وخوش نفارزي أو زاوي يستمر المحفوظ أويا كوا حفظ كرايا كعدم ضبط وعدم تحرز بردوام أبي إذ ذاك لو كاتش كبلوغي شبوا حاربك كاكا ما مضى بردوام حتى هنجينش كوابو لي قبول ناكري عبارة كبرشي توندا وايا يانا ذات ما شاي خواري بك اللي وين دريتا والمعنى أن محفوظه المشتملة أو حديثي كوالا بري كرديا المشتملة على عدم التحرز والضبط كاجتمالي وسرهندشات يخوينا فارزي وضبط جناكالي صغره لبرقسكي يستمر معه بعد بلوغه لقال محفوظك أو عدم ضبطش هرمايا وايا يعنى لقال محفوظك فالذي يؤدي بعد بلوغه أو يباش بلوغ بونيش ديجيريتا وهو ذاك المحفوظ
هر خودی او حدیثه که با من دارایتی لبری کردیه او حسابی با استصحاب کردی او قیله اگر لیا؟ بله بله اه بله بله اه ولو تحمل الكافر اگر كافر حدیثه چی ورگل بلحارت کفر دا فاسلما او زا مسلمان بو فادا او زا حدیثه که ادا کرد قبله اوش قبوله کرده وشی مثلا وفدك صلح حديبيه وفدك ما كي كانت خدمه پیغمبر صلى الله عليه وسلم اكافر بود او موضوع ديت يعني ك بحث الصلح كجرنو بحث صحابه نجرنو ولا غير پیغمبري كوب صلى الله عليه وسلم لحارد كفر تحمل يعني كده برغم كده عيد الجرو تماشاك للمسلم وبخاري دايا واي يعني قال المستنف في شرح المنهاج اوش خلاف يعني دايا على الصحيح ولا الجيري ها بوي اري لشرح من اجزاء مسلك خلافيات هداية. وكذا الفاسق يتحمل هل وها فاسق كالحارتي في سقيل حديث كي ورقل بي او جا فيتوب توبي بك فيؤدي او جا حديث كي بجيري توباشي توبي او الشانس يقبل قبولك لي. ويقبل مبتدع لا يكفر ببدعته هل وها اهل بدعجة الحديث بجيري توا او شي شيعة وخوارج وانا بس نقع تحارتي كفر ببدعكي او اجلي ورجيلي بران باو شرطي يحرم الكذبة لو نوع بدعة سعنا بي دلويا في حرام بي دلويا في حرام بي لو لأمنه فيه شو قاو كابرايا امين لو بدعة داك كدلويا بك مع تأويله في الابتداع خذي بدعة كشي تأويلي هيا اذا سواء دعا الناس اليه ام لا خرشي بانكا بو بدعكي خوي بري ورا ورنسر مذهبك من أم لا ينبعنك وقيل شدوا مفرمي لا يقبلوا مطلقا هل لي قبول معك لابتداعه المفسق له خذي بدعك أي كات فاسق وثالثها سيم قول كانش قال الإمام مالك يقبل إمام مالك فرميت بدعة قبول أبو روايته إلا الداعية تنهى أو نوعا به كبان قوازي خرشي أكابو بدعكي خوي الذي يدعو الناس إلى بدعته لو إيه قبولنيا أو علة بو قول إمام مالكي لأنه لا يؤمن فيه أن يضع الحديث على وفقها لي أمن نابين حاربك أكا لو كابرايك خرشي بانكا بو بدعكي خوي لي أمن نابين أن يضع الحديث على وفقها بجوري بدعكي خوي حديثة شدابني او خلاص بو اذا قلت ما بو شرطي بدعة كي يحرم الكذبة بي اما من يجوز الكذبة او بدعة كي دروية با جائز داعني هل دروية مصلحتي بو مذهب كي خوم فلا يقبلو حارب كاكا او يعني هر قبولنيا او جا كفر ببدعته ام لا كافر بكري بكافر دا بندري بهو بدعة كي يعنى وكذا من يحرمه وروها قل بدعة كي دروية كي بي حرام بي أما وكفر ببدعته بكافر دام مدري بسبب بدعة كي كان مجسمي وشي أهلي تجسيم كارن خواك لشي هي وجسته هي لسر عرشي دانشتي ودستو بيو لاقي هنا وشي عن عند الأكثر لي ورناجري لعظم بدعته حاربي كاكا تشكي بدعة كي قلق قوليا كاكا بيوست لي ربزانين مجسم كان دو تاقميان هي برا تاقمش عن بيلو باور رواية كخواي تبارو تعالى جستي هيو كلاشك وكو كلاشكا عندي أرين جسم كسائر الأسامي أو تينيان خلاف لكفري عن نيو علماء همو يان بي عن دارين كافرين لبرسد شكا رد آياتي ليس كمثله شيء ويان كردي تو خواي تبارك وتعالى وشتي ترتو عن ديو جستي عن بودانا وكو جستي برام تاقمش دي كيان هيا بيلو باور يعني ويا أرين خواهي تبارك وتعالى جسم لكن لا كالأجسام وكو جستكان دينيا مثلا أرين خواهي تبارك وتعالى دستي هيا برام يد تليق به دستك شاي خوي به أرين بي هيا برام بيك يليق تليق به يعني أرين خواهي تبارك وتعالى استوى على العرش يعني استقر على العرش استواء يليق به أبو نوعي درين يعني أرين خواهي تبارك وتعالى لا عصمان يديه تخواري نزولا يليق به أبو تأويلي كي يليق به خويا لكفر رزقا كديا أو علماء لي خلاف يعني هي زوريني علماء يعني بكافر يعني دانان لبر أو تأويلي برام كميني علماء يعني بكافر يعني دانان زابوه بيوست ليرا
كلمي عند الأكثري كشارح فلموي أو زرف لبوتسي لبو عدم قبول روايته يعني الرواية يعني اللي قبولنا كلي للا يزورين العلماء زرفني لبو هندي تاقوا علاقة بتكفيري ونيا بركو يتكفيري بالعكس زورين العلماء يعني كافر يعني كان كمين العلماء كافر يعني كان جاء أو كلمة يليق به ك وقت خوش مجسمة بكاري عندنا ابن تيمية أو بيرو كي زندي كردوا كتاب خاطري لتشبيه الرزقار بي برام علماء السردم ردي عن دعوة كان كافي قد نبو فيل بي ميروي بي او بي يعني ميرو بي فيلي بي او بي بي فيلي يليق به يو اي ميرويش يميل يليق به بوي لتشبيه الرزقار نابي هر شور بولا سرهنده لقد سند بأدبيش ديكا كبرانبر بإمام عمر كردي بسجين عن كردو هتا على بندي خاني دامرت قرتالي عن نكرد بيوست الإنسان لو نوعشتانا آقا دار بيتوه والإمام الرازي وأتباعه على قبوله حارب كاكا برام إمام الرازي وأتباع كان درين أويش قبورة حارب كاكا با تكفيري شي بدعي بمادام تحريم كذيب يبكى لأمن الكذب فيه ويقبل من ليس فقيها قبولك لي أو راويك الشرع زان اجنبي خلافا للحنفية فيما يخالف القياسة إلا خلافي مقيدي تدايا أو خلافي حنفيانا أجر روايتك مخالف قياسة بي أجر مخالف قياسة نبي أواني جوش عالمي ديكا بافقه جنبي قبوليكا لما تقدم من جوابه حاربك كوشي راما بار قوتي لا أقولتمان قلنا لا نسلم ذلك حاربك هكا أوتان بونا سلمين كوابرين لبر أو فقيه أو فقيه نيو مخالف قياسيك فروايتك يرتكينوا دباشا ويقبل المتساهل في غير الحديث قبول أوراوي أكري كتساهل بك بدواء رخص عن دابقر برام لغير حديثي شلها مسحبيبي برهم لحديثه بدواء دا تساهل النقري حاربك كان الأحكام فقهي في غير الحديث بأن يحترز في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حاربك بأن يتحرز في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم خوي بارز إلى حديثه ودور خاصة نقبي لبيغمبر روايتك أما بخلاف المتساهل فيه أو تساهل لحديثه فيرد أو يا مردودة كفاسقة لعلل إمام أحمد بن نور اللي أري المتساهل في الحديث يفسق حاربي كاكا أو أرناء أو نعم المتتبع أو ها عبارة كم بس هو خندوا أفرمي إمام أحمد أفرمي المتتبع لرخص الحديث يفسق لعلل تما شابك اللي وين دري تيجي كاكا أجاتوا دو متساهلة دو متتبع رخص متتبع رخص فقهيت هي اي حديث يشت هي حاربك عكا لجي هاد الرواية وعمل وهمشتو دائما بدو هندي قري او حديثاني تساهلات يعني تدايا او ابو عالم ابرا وكاتوا وشي يستعك وهاد يكان وانا وانا كاكا با صحيح يجبي وخاطري ازيتي الشرعي لسر عالمين ميري او اي حول ده أو جنابي عالم دبي أزيت الشيء الشرعي لسر هبي بلا برخات امتحانك وايان أزاي في خيش تحلى تحفي خوين معن بقول قوتي ومن ثم الأثر أنه يسوق به أو المتتبع رخصانا وقيل يرد المتساهل مطلقا أي في الحديث وغيره به حتى يبلو لأن التساهل في غير الحديث شو التساهل لغير حديثي كالكتاب في خيها حاربك كاكا يجر الى التساهل فيه انسان راى شيء شيء تسرهن ده كوا تساهلش لحديث يجدابك بره تواوا ويقبل المكثر من الرواية قبول او كسيكليك زور روايتان اكا وان ندر مخالطته للمحدثين هرسن كم اشتكى لمحدثان مبين او شمول الصحابان ناكا او قوله وان شو اختلاط يعني لقلب يغنبه صلى الله عليه وسلم اما بصي ما بعد عصر الصحابة عنك اي والحال كذلك لكن اذا امكن تحصيل ذلك القدر الكثير الذي رواه من الحديثي اقام ممشي بيوه محدثانك الرواية كردينة في ذلك الزمان لزمان اختلاطي الذي خالط فيه المحدثين
فإن لم يمكن أجرنا أجنزا مثلا يكسر تكري محدثان بو ببلا ده هزار حديثي ورقد هو فلا يقبل في شيء مما رواه هل هيت حديث شلي ورناجيري لو لظهور كذبه في بعض تو دزان اللي هندك اندرويكا اوش كدرويكا لا تعلم عينه عينك اين ازاندري تكري او انبوا كدروي تداناكا كوابو همان باحتياط وازل ديني او جاء زیگه لو شرطانه که تازه گوتمان مجنون و مندار و اوانه ورناجیرین هندک شرطی دیش هنه حاربی کاکا ملکه نه روایه شرط راوی العداله و هی عدالت یا ملکه یعنی هیئت راسخه فی النفس لطبع انسان دایا یمنعو کابرای منعکا عن اقتراف الكبائر و صغائر الخصه نابی گناح کبیره هر ایک چشکا گناحکانی گتکا جنکا اوانه کوا دليل لسردناءة بقيمة فاعلك كسرقة لقمة وشيبسي باروانانا شيبتزي حاربي اشتكى عيبي شا وايا نبار ذاتي خوش دا صغيرة بي وتطفيف تمرتين يعني اگر لترازوه قسمان بشيلو بفروشه قسم بشيلي نقصامك يعني اگر بكري قسم بشي زيادة الضغطة ناوي حاربي كاكا بوج عدالة راوي اروى بابا حوي شغلته با بري بري والرذائل المباحة يعني وش تعني مباحا برام شياوي همو كسجنينا عربي اويش ببقي بدا عن الجائزتي كالبول في الطريق لسر الفش تاع عالم ميزيبكا الذي هو مكروه كم مكروه عند رايا يعني بتي جمان بكوتريبكا لما ريت سبري ام بوليدا ذاتي كوتر راجلتم قيدني برات سبرا بوليدا انا كي جماني بيبكا والأكل في السوق يعني لبازاري ناني بخوا لغير سوقيين برام كابرا دوكانداري بازاري نبي ودوكانداري بازاري عفونا شبوان تكلفة همون يرويان بسنو ماري اف نعم 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 لكن عربان وفيش تساوي عالمي والمعنى عن اقتراف كل فرد من أفراد ما ذكر مقصود أو هايا كابرا هر ايكشي لو فردانا نكا نلا كبائرا نلا صغائر خسي نلا رضائل مباحة كل فرد شنا نكا ما نكا هر ايكشي نكا فباقتراف الفرد من ذلك يكشي لو انبكا تنتفي العدالة هربكا كا عدالتك الى دزسي اما صغائر غير الخصة اما انا اقنا حق اسكاني كواق دلالة لسربي قيمتي ناكا ككذبة يا أمريكا كذبة لا يتعلق بها ضرر وشدرويشي قسكوكا زرر لكزندا ونظرة إلى أجنبية يكسع ليكدني أفرتشي بيغانا فلا يشترط المنع عن اقتراف كل فرد منها بشر ناجيلي فنظر جاري إكمل سر إنساني حسيبني ونيكاكا فباقتراف الفرد منها لا تنتفي العدالة أقريكا شكي عدالة لدزنا سراويكا أو خلازمو أجاو في نسختين لنسخش جمع الجوامع هاتيا قبل الرذائل بيش يويكوا فرمي والرذائل المباحة أو عبارة شلمتني هيا وهو النفسي حاربك أخوي بارزي لهوا وهواس أي اتباعه مقصود لي لكلام لسا الحسب مضافيا يعني شوين هوا وهواسي نفسي نكوي نفس لذاتي خوي دا هوا وهواسي هيا اشتكوا غربت لسركا احترازت بينابي برام اتباعك لدستو دايا واي يعني اتباعك لدستو دايا زخو لاتباعك باريزي نو لحديث النفساني بسر در الدادين بريع حكابرا يم كشت با بدر بدر واري نا خول خو باراس نكا خول عندي باريزي تيجيشتي ها وهو مأخوذ من والد المصنف اوش لقسي بابي مصنف ورجلايا فقال بابي مصنف فرميتي لابد منه دبي او عبارتاش قوتري وهو النفس يقول هو نفس بارزلي فان المتقي للكبائر وصغائر الخصة والرذائل المباحة او يقول لو سيانا شفارزي قد يتبع هواه عندك زاران شوين هواه هو سيخوي اكوي عند وجوده كهواه هو سكيد يتجي لبرتي لشيء منها اتباعك لبرشتشي يعني لبرزائلك يعني لبرزاتي صغيرك يعني لبركبيرك يا حاربك اكا اتباعي او انا اكا سلام كابرا خوي لقتلي باريزي واي انا برام هندك زاد هوا وهو سهرستي لتوريان يعني
غرزي لك أبراهي شبي أسي راس قل لشي لي أدا أو هوا هوزبو أو فعلي بتوك هو سبب شي ديك نبو كابرا حاد بي لتو دابي وعداوة بي وشرمة لغبي والعرب نفس تأثيري لتو كريا وهكذا فيرتكبه توشي هوا هوسي خوي أبي خلا ولا عدالة لمن هو بهذه الصفة أو كابرا أو صفة شي هبي عدالة نيا أو جابرا جاروية كابرا عدالتي هي لناو صد جني دابني هر أو رشان لنا داتو جاروية هوا غربي ليكا بروغ نشلاتي هر رازما سشي ليكا او عدالتي فوتا بقسي هوا هوسي خوي كن لذاتي خوي دا متقيا او كابرا لناو دجناني دابني أو ريان لنا داتو وهي أنا برام ليري هوا غربي لسر كن حاربي كاكا ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله فابو اتباعك ممنوع. وهذا صحيح في نفسه قسيبا بمسنفي راستا او الى قسيبي ورجلايا ما اخذك راستا لذات خويدا اما غير محتاج اليه بيوزني ليرب قوتري مع ما ذكره المسنف لقال ارسل الشرطاني كمسنف قوتي لو لان من عنده ملكتون كابرايك هيئة شراسك لدلدا بتمنعه عن اقتراف ما ذكره منع بكال جناح كبير وصغير وانا ينتفي عنه اتباع الهوى لشيء منه حاربكاكا ما دام تقايب قاعدة او درزي اتباع هواش اللي منتفي به تتابع هوا نابي وإلا شو قالوا تقايب نبي لوقع في المهوية توشي هوا هو سيخوي بيوي مهوي اسمي مفعول معنى اوي نفسك خواستيتي فلا يكون عنده ملكة تمنع منه هنجين ملكة شنابك لو فعلي منعبك خلاص أجا وتفرع معنى وتتفرع على شرط العدالة تي ما ذكره بقوله لسو شرط عدالة أو تفرع جبي فلا يقبل المجهول باطنا أو كابراء حالكي ديارنا لباطن دا للزاهر لبستاوان عدلا بلان باطنا نازال عدلا يعني وهو المستور له لانتفاع تحقق الشرط جو شرطك كعدالة ناتي تجي أما رين شرط راوي عدالة أنا ما نقول انتفاع فسقية ها انتفاع فسقية جدايا لقال شرط عدالته هو شرط شي وجودية واي يعني لبي وجود عدالته بي أزاكا كابرا مستور بو تحقق خنب وخلافا لأبي حنيفة وبيلي فورك وسليم الرازي في قولهم بقبوله او ان قبول يكن اكتباء بظن حصول الشرط شنك الظن ما بو يتيك شرطك عدميزتي فإنه يظن من عدالته في الظاهر لو تشك قمان ما بهز بك او كابلا يبينين لظاهر دا عدلا تي مظنون ليرا عدالته في الباطن كلا باطن اجدا عدل به دباشا وقال امام الحرمين يوقف قلت توقف أكلي عن القبول والرد ألي ويوقف ولك نقول يعني بيوقفين بجاء بيوقفين بقى عن القبول والرد إلى أن يسهر حاله بالبحث عنه تحر من بورون بتوكل كوري نوا قال هل إمام حرمين فرمتي ويجب الانكفاف بقسي أو كابراي كمستور العدالة واجب منع بين عما ثبت حله بالأصل لاشتشي كوا حرار بي لأصل دا كنجن إذا روى هو أقل أو مستور العدالة حديث الشيء الرواية كت حديث كرسية قانت التحريم فيه هاربي الرواية حرامية كربو بدأ بيتوقف كين إلى الزهور ها مثلا ما مثال شي فرضي بين أصل الأصل في الأشياء الإباحة وهي أن كرويشك حرارة بابلين أو كابرا مستور العدالة حديث الشيء رواية حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرنبة وهي أن تماشى معنى كل عدل الشيء تواو نبو فاسقج نبو مستور العدالة بو. لكن إمام حرمين أريد بالتوقف لأكل أرنب بكين حربي حتى حاري أو كابرا يرون بتوا يعني لذي الشيء دي حديثك يرون كينو أو بالنسبة لي لكن إمام أبو حنيفة ويلفور السلمي هرد ببقصيب كين توقفنا كين لكن قولي بقوات كوتي ولا يقبل المسهول هل جينا ديني تكوا ابو اول سيقا ولدينا سكن ويشتري ليلة الى الظهور لحاله احتياطا اما واعترض ذلك المصنف سيء امام حرمين كفرمو يجب الانكفاف احترازي باعترازي قلت يا مصنف مع قول الأبياري
هروشي إمامي أبياري أرب الموحدة بخوينة ثم التحتانية أو جابيش دولوختي أبياري حربي كاكا في شرح البرهاني تي قوتي إنه مجمع عليه قوتي توقف مجمع عليه حربي كاكا لبي واسبينين واسنانك مجمع عليه حتى حالك يرون بتوا اعتراضي بس قلت يا بأن اليقين يقين كحرارة لا يرفع بالشك كقسي أو كأبرعية وأنا يعني مقصود يوها إيه مصنفي فالحل الثابت بالأصل أو حراريك ولا أصل دا ثابتة لا يرفع بالتحريم المشكوك فيه حرا لا ناسي بو حراميك قمان من لي هي بقسي أو راوي كما لا يرفع اليقين حرب استصحابه بالشك بجامع الثبوت إيه تيجي اشتكاكا أو تأييد قولي إيه كما كاكا حرب خوي قولي إيه كبه هنا وبقوة دانا كوابو ديرا قولي إمام أبو حنيفة و ابن فورك وعمي هر تأيدي نكردن إمام حرمين إشكا أريد بي انكفاف كينو أبيان إشكا تأيدي ويكديا أو إشي اعتراض لي قلتن أما المشهور ظاهرا وباطنا حالك مشهور ظاهرا وباطنا من زاني عدلا فمردود إجماعا بإجماع رتك لتولي انتفاع تحقق العدالة حاربك أن تحقق عدالته بوا هم وظنها ظن عدالة يجنبه وكذا مجهول العين هروها أو راوي عينكي نازان ريبو شرطي لغير السحابان بي أو قيد الأقالي بي ها أو قيد علوم الحديث يا مجهول العين بكان يقال فيه عن رجل بري حدثني فلان عن فلان عن فلان عن رجل أو شيء مردود إجماعا بإجماع رتك لتوبو شرطي الصحابة نبي أو مجهولة لإضمام جهالة العين إلى جهالة الحال هنجي لك أن عيني كابرايا كي دناسين نحارك شي دناسين هل دك بيك وكو بوينوا هل بوينوا معنعك أجا قلت ما غير صحابي ببرام أقر راويك رويشتو تابعينك شي ناو هنا وجا قلت عن رجل من الصحابة أو بإجماع قبولك لي لو لأن الصحابة كلهم عدول تيجيشتك عكا استمسلا حديثك لبحث الرجيه أري عن رجل من الصحابة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصب على رأسه الماء وهو صائم من الحر أو العطش حديثك صحيح أبو داود روايتك كده يعني حديث شديه عن بعض أمهات المؤمنين يعني أري عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أو عن حموي مقبولة لوشك بيناوة لحالي وام كوريوا أما ليرك درين مجهول العين قبول كعينك نزاني بيناك لحالي بكوريوا وحالي صحابان يجلي كورن لكورينوين وانا مو رضي الله عنهم ورضوا عنهما حالي بكاكا رضي الله عنهم ورضوا عنه أدي وإنما أفرده عما قبله مجهول العين لوز ياكل دولة مجهول الحالي ها دبك بيكوي قد بان خوشت النبوة ومجهول العين والحال قد بات بيقول وبتني قد ليبني عليه قوله بخات أقصى إمام الشافعي لسبينا بكا فإن وصفه أو قول مسنف يجا تا قول خوي لسبينا بكا فرمي فإن وصفه نحو الشافعي أقر إمامك وش إمام الشافعي من أئمة الحديث لإمام كان حديث ك راوي حديثك جاء إمام الشافعي بي إمام مالك بي إمام أحمد بي هرسيها بي ونكاكا من أئمة الراوي عنه إمامك لوي روايتك بالثقة بالثقة متعلقة بوصفه يعني قوتي باور بيكلاوة كقول الشافعي كثيرا أخبرني الثقة كحديث روايتك إمام الشافعي فالبي باور بيكلاوة بمني قوت ناوي نايني ونكاكا أو مجهول العينة بل مجهول الوصف نيا ونيكاكا وكذلك مالك قليلا إمام مالك يجي رحمة خالي بي أو جار جارة ودري جار جارة فالوجه قبوله أو قبولك لي وعليه إمام الحرمين إمام الحرمين يجلي رتئيدك لو لأن واصفه أو يوصف داري أو مجهول العيني كذيب وصفتي السقي من أئمة الحديث كإمام حديثانشا لا يصفه بالثقة إلا هو كذلك بباور فكراوي ناينا ناو نايني إلا ديار باور فكراوة خلافا للصيرفي والخطيب البغدادي في قولهما وكان لا يقبل حتى قال شافعي ومالي شجوبرين قبولنا لو لجواز أن يكون فيه جارح لو أنا أو موثوقة
أو موثوق به أيوان عيب الشهاب بي لم يطلع عليه الواصف أو واصف كإمام شافعي يا إمام مالك اطلاع بسر أو جرح دان به وأجيب أما الجواب وانا دين وإي خطيبي وسيرفي ببعد ذلك جدا أو سينقو قلق دورا مع كون الواصفي هو وصف دار كشكب موثوق به دانايا مثل الشافعي أو مالك والشام الشافعي ومالك به محتجا به ببرقش به لتوا على حكم لسر حكم شي في دين الله حكم كجل دين خوابي أقرأ من بقسين وكم ده باجتهادات مالك وشافعي هم غرتكم الله هل مسابك هدمكم وايا أنا من كم تمانا فيتا استخلين من مالك وشافعي نديتيا وايا أنا كخلل ملينا ديد من لحديث جيران وش خلل يعني لنا بينا وايا أنا دروي أو كسان الرش بك درين شافع ومالك وانا أئمة حديث نينا تقشت كاكا وإن قال نحو الشافعي في وصفه أدي أقر بموثوق به ناوينينا برام عبارة شديكي بكار هنا قلت لا أتهمه تومتنا دم بار أو هاي قلت كقول الشافعي أخبرني من لا أتهمه حديث كيبو من جراي توايك شواك تومتي بيناكم فكذلك يقبل أيش قبورك أيش خالف فيه السيرفي وغيره لمثل ما تقدم لبر نفس علت كقوتي احتماله جارح الشتي دابي أو مطلع نبي بس هذا لبر أولا فيكون هذا اللفظ توثيقا أو على قيبة سيرفي ونيا على قيبة فكذلك ويا فكذلك يقبل قبول بلو فيكون هذا اللفظ توثيقا أوجوش من أثق يا حارب من أثق به يا أبي تباور في كذن وقال الذهبي إمام الذهبيش أفرمي ليس توثيقا أو بتوثيق دانان لي وإنما هو نفي للاتهام بركو نفي اتهامي يعني قوة إيدي كيني إيه بيجنا وأجيب بأن ذلك إذا وقع من مثل الشافعي أو نوع عبارتي لا أتهمه وقال الشافعي روي بدا حاربوي محتجا به على حكم في دين الله برقشي في بيته ولسر حكم شي لدين إخوائي كان المراد به ما يراد بالوصف بالثقة كأنه قلت من أثق به حاربك على حكم عند داية وإن كان دونه في الرتبة درجة كي راستك امتلا برامبو قبول كدني هروشيك ويقبل قبولك لي أو راوي من أقدم جاهلا على فعل مفسق في فعل شكرك بفعل كيف أسقبو أما أو فعل كيف أسقبو إجماع إلى سرنبو بركو مظنون هذا بكاكا ظنيبو وشي شي كشرب النبيذي كلكن إمام حنفي حرارة ها لكن إمام حنفي حرارة أو مقطوعين يا مجمع عليه بو كشرب الخبي شراب إخوار دواب في الأصح لكن قولي الأصح ما دام جاهلا إقدامي كلبي ونيزاني بي حاربي كاكا تومتي نادي نفار هستين روايتك يرد كينوا حاربي جاء سواء من اعتقد الإباحة معتقدي إباحي بي وشي حنفي بي أم لم يعتقد شيئا يعني شي اعتقادي نبي لو هموي لعذره بالجهل شو عذره هو كجاهل وارتكابي أو حرامي كلبي وقيل لا يعقو لا يقبلو قيل شيش قوتي تينا الله قبولني لارتكاب المفسق شو اشتشي كدية كفي فاسق بي وين اعتقد الإباحة وقيل يقبل في المزنون قيل قال إلا مزنون قبولك نبيذا دون المقطوع لما أو مقطوع به كإجماع إلى سنة والشيخ خمر لو يقبولنا به أما المقدم على المفسق عالما بحرمته برام أو كسيك وابا أنقصت أتي حرام كي أكا فلا يقبل قطعان أو اللي قبولنا به حرمي كاكا إيه. أو جاليرا تعريف كبيرة بو أكا دواية تعداد يعني أكا ديان جميلي أما أورو تعريف كي دخوينين تعدادك بو درسي دي هلق دين إن شاء الله باشا أفرمي هو قد اضطرب في الكبيرة خلاف شزور هي لقناح كبيرة كتيا فقيل هي ما توعد عليه بخصوصه ويبتايبتي وعات هرشي لسر هادبي في الكتاب أو السنة زال قرآن هرشك هادبي إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا يعني الحديث يوشي لعن الله السارق يسرق البيضة وعي أنه
وقيل هي ما فيه حد قيل قرينا كبيرة أوي حد لشرع العبودان رابي وشي الزنا وشرب الخمر وقصف المحصنات أوعنا وايا يعني. قال الرافعي إمام رافعي فرميتي وهم فقهاء كان إلى ترجيح هذا أميلوا أو قولي دوم يعني ترجيح كذيا كحديث دابي والأول ما يوجد لأكثرهم إلى ترجيح هذا أميلوا فقهاء ما يليان زياتك أو بقوة كد سبو والأول قولي إيه كمش كقوتي هرشي لسرهاد بي ما يوجد لأكثرهم عبارة زوريني فقهائنا وهو الأوفق لما ذكروه عند تفصيل الكبائر أو يكم تعترتك كاتوا كباسي تفصيل كبيران أكان بدري جدا أنجميرين حربي إهرشكي زعترتك كاتوا أو دو قول. وقال الأستاذ أبو إسحاق والشيخ الإمام والد المصنف هي كل ذنب هرتي جناح بكبيرة كو هرتي جناح بكبيرة ونفي الصغائر أوان درين صغيرة نية عربي أوان دري كل جناحك بكبيرة حسيبة إمام أبو إسحاق ما مستب إمام السبكي قوله عربي لو نظرا إلى عظمة من عصي به عز وجل أوان تماشاي هندي يعني كذيا أتو تماشاي كجناح برانبر بشيء كي كخواي تبارك وتعالى يا وايا برانبر من عصيه عصيه ببناء مسؤولي وخوينا من عصيه شيء عز وجل ونكاكا وشدة عقابه كتماشا شدة العقاب جكي كزانما ها حساب بوغسكو كي مكا هموي بقورة دابني. وعلى هذا بناء السرقسي إمامي شيخ الإمام وإمامي أستاذ أبو إسحافي يقال في تعريف العدالة ذا بتعريف عدالة بقور الليلة برين بدل الكبائر وصغائر القصة برين أكبر الكبائر يعني أكبر الكبائر وقنا وهو اجتناب أكبر الكبائر وكبائر القصة خوي لقناح هرقور كان بباريزي كالشرك ربا أواننا وكبائر القصة لكبائر القصة وشي نظروا جندانك وخيبتك شكسكوك أوانيا لكن وان أكبر شيء هي وكبائر هي برام صغيرة هرنينيا دباشا لولي أن بعض الذنوب لا يقدح في العدالة اتفاقا شكو هند قناحنا تأثير لا عدالتنا كان باتفاق هر دولايا أدي قولي بقوة لو سيقولانا تبو أري والمختار بفاقا لإمام الحرمين حربي تسيافر به إنها كبائر كل جريمة هر تاوانك تؤذن نشان بدا بقلة اكتراف مرتكبها ككبراء اهتمام نادى بالدين بدين إسلامة ورفة الديانة دينكش الزعيف به حربك كاكا او بيقوت لكبيره او تعريف شي عام عاده او تعريف ذكري امجله من هذه هذا تعريف تلقى تيجيش ابره هل جناحك تؤذن نشان بي حرب اعلام بك بقله اكتراث مرتكبها او كابرا بايغ نادا بس بايغ نادا بالدين بدين اسلامتي هم ورقه الديانه علامه بلسر ودينك دينك شي تنكا يعني دينك شي بولاين يا أو تعريف كيتي أجا هذا بظاهره أو تعريف مجتمع شاي ظاهر كيكي يتناول صغيرة قصتي قناح قسك كانش دقري توا ككابرا قناح قسك بكا أما أري مسلف ليرة بسهو شوك أو عبارتي بو تعريف كبيري هنا والإمام إنما ضبط به ما يبطل العدالة خو إمام تعريف كبيري بو عبارتي نكذ يا أقعد بها كاكملا رئي إمام تعريف كبير بو عبارتين نكذ يا فرمويتي عدالة بو أشتي لا أتي آخر عدالة بو لا أتي فرقي هي كتو كذيت تعريف كبير آها ونكا كما يبتل عدالة من المعاصي الشاملة هاربك كشاملة كاللي تلك لبو أولا حاني كتازا صغيري خصو أو أنا شغلي توا هاربك كا لا الكبيرة فقط نكهر بنا حكان إيقورج بقلي توا كما نقله المصنف هل وشي يستع مصنف نقل كذيا استرواحا هل بكاك خوي ما عندنا كذيا دبعت تتبع كلام إمام كربا إمام بو عبارة تعريف كبيري نكذيا فرمويتي بوي عدالة دلاعتي إذا كبوي عدالة دلاعتي هل بي صغيرش أقريتوا صغيري خساك أويش مبتلي عدالتنا
وای آنها ولی ما روی مستنیف خوی ماندی نکدیا تتبعی کلام امامی نکدیا. نعم و اندهای هو اشمل من التعريفين الاولين او تعريف زياترا حربي لتعريفي اكم اذا جيب دي قربت بك تعريف كبيره عليه كل جريمه تؤذن بقله اكتفاء اكتراث مرتكبها بالدين حربي سواء توعد عليه ام فيه حد او وصف بالغضب او اللعنه تيجيشتي كاكدبي او تعريف انا حموي بيني أها تعبو قلي توجيهي أو زريمة يا يعني لعنتي در حق حادبي يعني غزب يعني حد يعني هرشي قيامتي ويعنى وبهد لهمان كاتيش نشاني بايخ بين داني دينيش بي تابو قاتي وكابرهي كالدست قومي لبرك عليز بي ويعنى أجا ولما كان ظاهر كل من التعاريف هل ستعريف كان ظاهر كان أبو أنه تعريف للكبيرة ظاهر كان تعريف كبير مع وجود الإيمان هنج تعريف كبير كابرا إيمان شهبي فقال إيمان نبي ولا كبير تهي أفريع بتكفر لا تزاهر كي تقول الظاهر ويا لهم يقول ورقة الديانة ويا يعنى ها دي كابرا قال ديني نبي كو دينك واسبك ريبا دينك شي ضعيف ها اقل نبي هرنين يا وايا يعني بدأ المصنف في تعديدها مصنف دستي بجمار نكر بما يلي الكفرة او انا الى كفرة برخوالنا الذي هو او كفرة اعظم الذنوب يولها مقناحان قولت له خلاف تيدانيا كالقتل وشي كشتن عمدا كان او شفا عمدا ازا عمدا بي يعني شفا عمدا بخلاف الخطأ بلام خطأ لقناها قول كان حسيب نابي كما صرح به شريح الرياني حربي كواب بصراحة أو إمامة وايفرمو أو زكاة كبارير بس بي باشا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.